أستاذنا ومتابعينا الكرام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مجددا ولقاء تثقيفي توعوي جديد من لقاءات أكاديمية ميتا المستقبل، فكل الشكر والتقدير والاحترام للأكاديمية وإدارتها العريقة على ما يبذلونه من جهود مضنية وعلى ما يقدمونه من ورش عمل ومحاضرات. في الحقيقة إضافة، جميعها يمثل إضافة قوية إلى يعني معارفنا ومعلوماتنا ومهاراتنا، فوجب علينا أن نقدم لهم كل شكر والتقدير والاحترام. أيضا نتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام مجددا ويعني باستمرار للجهات الداعمة باستمرار وشركاء النجاح كالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، اللي في الحقيقة يعني كما نلاحظ جهود كبيرة، متابعة وإشراف ويعني توليها لاستخراج الشهادات ويعني أنواع وألوان كثيرة من الدعم في الحقيقة. وأعتقد كل ده مش هيجي إلا من خلال إن أكاديميتنا يعني كيان راقي وهادف ويقدم المزيد ويقدم كل ما هو جديد ويتيح التنوع الهائل الذي يمس احتياجاتنا جميعا ويمس كل قطاعات الحياة، فكل الشكر والتقدير لهم جميعا. شكرا جزيلا لحضراتكم روادنا ومتابعينا، أيضا لحسن استماعكم وإصغائكم واهتمامكم، وشكرا لنا طبعا طبعا ده أمر بيزيد نجاح في شكر جزيلا لحضراتكم. في الحقيقة بنتكلم النهاردة وكان عادة هقول الموضوع حيوي هذا ويعني نحن بكبير كلنا معروف له قياسات وله أخبار تقرأ لتحديد قدر الذكاء كل فمن يكون ذكاءه بنسبة 100%، يكون بنسبة 90%، يكون 80%، إلى أن إن شاء الله التنوع في الحياة طبيعي جدا ومنطقي في نظر لأن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يعني خلقنا على الفطرة بيننا فروق فردية، فروق فردية، وبالتالي فإن الذكاء يتفاوت بين البشر يعني. فده الذكاء اللي نعرفه من أنواع عدة للذكاء، حي أنواع متنوعة متعددة عفوا، وإن شاء الله يكون يتعلم الذكاء متعدد بنفس العنوان الذكاء. إنه أحد إذن حضرتك يا دكتور سعد، إلا صوت الشبكة وحشة، شبكة وحشة، سامعين صوت حضرتك، شبكة وحشة خالص، بعد إذن حضرتك. طيب حاضر. في الحقيقة بنقول إنه أحد أنواع الذكاءات المتعددة هو عنوان محاضرتنا النهاردة، وهو عبارة عن الذكاء العاطفي. بنقول إنه كلنا يعلم إنه الذكاء كمصطلح له قياسات وله اختبارات تجرى، وبنقول أيضا إنه قد يكون الإنسان نسبة ذكائه ودرجة ذكائه 100%، ولكن ممكن يبقى غير ناجح في حياته. تتفاوت نسب الذكاء ما بين البشر وبعضهم البعض، وبنقول ده أمر طبيعي ولله المثل الأعلى، خلقنا الله سبحانه وتعالى بيننا فروق فردية، يعني
منا من يفهم بسرعة البرق الأمر أو عنده درجة عالية في التحصيل جدا والتقييم وال يعني الاستدلال أو الاستنباط أو يعني كل العمليات العقلية بيقوم بها بدرجة عالية جدا وبالتالي درجة ذكائه 100%، إلا أنه ممكن ما يبقاش ناجح في حياته. أيضا في 90% 80%، وطبعا قلنا ده بيأتي اتساقا مع طبيعة الخلق والفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي أننا على الفطرة مخلوقين بيننا فروق فردية، يعني مش على نفس القدر من الذكاء. أحد أنواع الذكاءات المتعددة اللي بنقول إن شاء الله هيبقى لها محاضرة منفردة هنتكلم فيها عن الذكاءات المتعددة، أحد هذه الأنواع هي موضوع حديثنا النهاردة، وهو عبارة عن الذكاء العاطفي. في الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم، قد يكون الإنسان على قدر عالي جدا من الذكاء المعروف اللي ليه اختبار ويجري الاختبار ويطلع ذكائه 100% ولكن غير ناجح في حياته. وأجريت العديد من الدراسات اللي في الحقيقة قريت من نتائجها إنه كتير من الأذكياء بدرجة عالية جدا عمل الاختبارات وطلع درجة ذكائهم عالية مش ناجحين في حياتهم، لكن كثير أيضا من الذين يتميزون ويتمتعون بالذكاء العاطفي هم ناجحون في حياتهم بدرجة كبيرة جدا. فين الفرق وليه اللي بيحصل؟ أكيد إن شاء الله نتعرف على ده من محاضرتنا النهاردة، لكن نبقى عارفين إنه ذكاء عاطفي معناها إن أنا قادر على إني أفهم عواطف ومشاعر ويعني كل ما يدور داخل الآخرين. طيب بالأحرى يعني لازم أكون عارف كل ما يدور داخلي أنا شخصيا، أعرف انفعالاتي وعواطفي ومشاعري اللي بتدور جوايا، وأعرف كمان أعبر عنها. مش بس كده، من الذكاء العاطفي أن يعلم الإنسان ما يدور بخاطره وما يدور بقلبه وكل المشاعر اللي موجودة جواه والانفعالات، يتعرف عليها ثم بعد ذلك يتعلم كيف أو يكون لديه الخبرة الكافية في أنه يعني يوظف هذه، يفهمها طبعا، يتعرف عليها ويقدر يعبر عنها ثم يفهمها ثم يقدر يوظفها في مصلحته، يوظفها في أنه يعني يقتنص بها الفرص المتاحة حتى يعني يستطيع أن يحقق إنجازات ونجاحات، ثم يقوم بعملية التقويم، عفوا التقييم ثم التقويم. يعني أنا عملت إيه واللي عملته ده كويس ولا لا؟ طب لو اللي عملته كويس خلاص أنا راضي عنه، طب لو اللي عملته ده مش كويس تأتي مرحلة التقويم وهي التعديل أو إعادة التصحيح. وبالتالي ده أمر بيعكس ما قلته منذ قليل عن إن الذكاء العاطفي من يتميز به ومن يكون لديه حس مرتفع بالذكاء العاطفي ولديه القدرة على إدارة وفهم وإدراك مشاعره يعني تباعا سوف يكون لديه القدرة على اكتشاف والتعرف على مشاعر وعواطف الآخرين، ومن هنا هيقدر يبقى يعني يصدر القرار المناسب في الوقت المناسب. أمر طبيعي جدا إن إدارة العواطف دي يعني عاوز أقول عاوز جزء كبير جدا من التفكير ونركز عليها، والتفكير ده لازم يكون مقرون بعدد من القيم يبقى موجود عندي. استحالة فاقد الشيء لا يعطيه، وإن كان يقال في مواقف عدة إنه لا ده بيعطيه وبشدة، لكن خلينا نقول إنه لابد أن يكون صاحب الحس المرتفع بالذكاء العاطفي لديه العديد من القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية أيا كان نوعها، سواء كانت اجتماعية اقتصادية ثقافية دينية، حتى يستطيع أن يوظفها في يعني فهم مشاعر وعواطف الآخرين. في الحقيقة يعني مش هكون أكثر من أخانا الفاضل معالي الدكتور في يعني سرد العديد والعديد عن هذا الموضوع الجميل في الحقيقة واللي كلنا بنحتاجه بدرجة كبيرة عشان نقدر نبقى ناجحين في حياتنا، اللي زي ما قلنا إنه حتى لو درجة ذكائنا العادية 100% معلش ممكن ما نبقاش ناجحين في حياتنا،
امال نعمل ايه؟ بنقول لازم ندور على الذكاء العاطفي ومهارات الذكاء العاطفي، لانه ده زي ما قال معالي الدكتور سر من اسرار النجاح. دكتورنا الفاضل الاخ العزيز دكتور احمد فراج عمر، رئيس مجلس اداره المركز الدولي لنظم المعلومات ومدير مركز التعليم والتدريب التكنولوجي بنقابه المعلمين من جمهوريه مصر العربيه. يعني معالي الدكتور شرف كبير لينا وجود حضرتك معانا النهارده، قيمه وقامه ويعني خبره ما شاء الله، يعني نامل ان ينصت الجميع حتى نستزيد من علم حضرتك. اهلا وسهلا دكتور احمد. اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا بحضرتك الدكتور سعد. وان كنا يعني نستقي من فضل علم حضرتك ومن بحر علم حضرتك. عفوا يعني عفوا يا دكتور، ده تواضع من حضرتك، ربنا يخليك. ربنا يبارك في حضرتك دكتور، ربنا يبارك في حضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بحضراتكم. وانا لي عظيم الشرف ان انا اكون وسط قامه، وسط القامات علميه محترمه جدا ومثقفه جدا من صفوه القوم. شرفتنا يا دكتور. وان كان وضح لينا دكتور سعد بان في انواع متعدده من الذكاء، على سبيل المثال هناك الذكاء الاجتماعي وهناك الذكاء العلمي وهناك الذكاء العاطفي، هو موضوعنا النهاردة بإذن الله الذكاء العاطفي. بأن الذكاء العاطفي هو أهم أنواع الذكاء اللي احنا بنوصل به لدرجة عالية جدا من النجاح. يمكن زي ما تفضل لدكتورنا الكريم دكتور سعد وضح أن ممكن يكون أو على الأرجح أن اللي عنده نسبة عالية من الذكاء العلمي أو يكون حصل على الشهادات الأكاديمية عدة يكون عنده قدر كبير من الذكاء العلمي، ليس بالضرورة أن يكون ناجح في حياته المهنية أو في حياته الشخصية. فإذا جميعنا على الأرجح ممكن بنعرف أشخاص دول ممكن يكون على المستوى المهني أو على المستوى الشخصي بنعتبرهم مستمعين جيدين جدا، ومهما كان الموقف اللي بنمر به صعب أو مزعج بنجد أن هؤلاء الأشخاص بيعرفوا تماما هم بيقولوا إيه وإزاي كمان هم بيقولوا الكلام اللي هو بيبدأوا أن هم يعرضوا، وكمان بينطقوا كلماتهم بعناية فائقة، وده بيضمن لينا عدم الشعور بالضيق أو الانزعاج حتى لو لم يقدم الطرف الآخر حل للمشكلة. بس في الغالب أنا بشعر بحال أفضل بعد التحدث مع هؤلاء الأشخاص اللي هو بيتمتع بالذكاء العاطفي والاستماع لكلماتهم. طب إيه السر اللي بيبقى وراء القدرة العجيبة في التخفيف عن حدة التوتر أو عن شدة الموقف اللي بنتعرض ليه؟ هل هو بيمتلك موهبة خارقة مثلا، أو هو عنده سمة فطرية قد ولد بها؟ السر في الواقع هو في العواطف اللي بيمتلكها الشخص الذكي أو الشخص اللي هو اللي بيبقى عنده سمة الذكاء العاطفي، أو بتحديد أكبر ما يعرف بالذكاء العاطفي، إن هي القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر الآخرين، وكمان نقدر نفهم أثر هذه المشاعر، ومن خلال استخدامها أو استخدام المشاعر دي بعرف أسيطر على الأفكار وعلى التصرفات. ده نظرا لأن الأشخاص الأذكياء عاطفيا بيميلوا إلى القبول أو إلى التوافق بشكل أفضل مع الآخرين، وده بيكون أكثر تعاطف ورحمة عن غيرهم من الأشخاص. يعني من المرجح إن بيكون أكثر نجاحا عن غيرهم، وده بيجعل الذكاء العاطفي أمر لا يستهان به ويستحق المزيد من الاهتمام والتعمق. ف
فما هو الذكاء العاطفي إذن؟ وما هي أهميته؟ وما الذي يمكنه فعله حتى نطور هذا الذكاء العاطفي ونحقق أكبر فائدة منه؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله هنتطرق لإجابتها في موضوعنا اليوم، وعن طريق معرفة ما هو الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي أو Emotional Intelligence هو تلك المقدرة على التعرف على المشاعر الخاصة وفهم مغزاها وأثرها على الأشخاص الآخرين من حوله. يعني إن الشخص اللي هو بيتمتع بالذكاء العاطفي بيكون عنده قدرة إن هو بيعرف مشاعره الخاصة، وكمان بيفهم هدفها إيه أو بتوصل لإيه، والأهم من كده إن هو كمان بيكون على دراية بأثر هذه المشاعر على الأشخاص الآخرين من خلال مراقبة الغير وملاحظتهم. يعني عندما نفهم مشاعر الآخرين هيكون عندنا دراية إن إحنا نفهم المشاعر دي بنحو أفضل، وبالتالي بنحقق نجاح أكبر في حياتنا. لأن غالبا زي ما وضح الدكتور سعد إن الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي العالي بيكون أكثر نجاح من غيره، وده ليه؟ لأن بيبقى عارف تماما إزاي بيتعامل مع الآخرين، وزي ما وضحت لحضراتكم إن هو بيكون عنده قبول أو بيكون عنده من الراحة النفسية اللي بيوصلها لي الطرف الآخر أو للغير. وده يمكن بنشوفه لما بيقوم بعمل ولو حتى بسيط بنلاقي عليه رد سريع في الحال. يعني لما بيكون بيبعت مثلا إيميل أو رسالة بيتم الإجابة عليه على الفور، أو لما هو كمان بيحتاج مساعدة بيتم الآخرين أو الآخرين بيقوموا بالتوجه للمساعدة على الفور. وعند قيام الشخص صاحب الذكاء العاطفي ببناء أو تعديل الهيكل الوظيفي بيكون الأشخاص عندهم الرغبة في الانضمام إلى صاحب الذكاء العاطفي ومحبة العمل معه. ليه؟ لأن هما أو صاحب الذكاء العاطفي بيجعل الآخرين بيشعروا بحال أفضل أو بيشعروا براحة نفسية، وده طبعا بينطبع أن بيكون حياتهم أسهل، سواء إذا كانت في الناحية المهنية أو من الناحية الشخصية. إن هو بيكون من صفاته اللي هنسردها فيما بعد إن هو بيتنحى عن الغضب أو بيتنحى عن الإنزعاج بسرعة من خلال السيطرة أو التحكم في مشاعره. يبقى بالنسبة للذكاء العاطفي زي ما وضحنا هو قدرة الإنسان على فهم مشاعره، لذلك فإن الذكاء العاطفي ده من أهم الصفات اللي لازم تكون موجودة عند القائد أو صاحب العمل، لأن ده بيساعد في تحقيق النجاح المطلوب. والذكاء العاطفي له سمات أو مهارات أساسية بتتبلور في مجموعة من النقاط. أولها الوعي بالذات وإدارة الذات،
الوعي بالذات يقصد به ان امتلاك وعي ذات مرتفع ان بيكون عنده ادراك لنقاط القوه ونقاط الضعف لديه ويعمل على تحفيز نقاط القوه. وده بيجي كمان برضو من الثقه بالنفس. يعني انا لما يكون عندي درايه بنقاط القوه اعرف اوظفها واعرف كمان ان انا احفزها بحيث ان هي تكون بتشكل بشكل ايجابي او بتقوم بشكل ايجابي في تطوير الناحيه العمليه او تطوير الناحيه المهنيه وبتوصل بي للنجاح الملحوظ او النجاح المنشود. وكمان من ضمن الوعي بالذات ان انا بكون على معرفه بتاثير العواطف على سلوكيات الغير. ده بالنسبة لي الوعي بالذات. ده بالنسبة لي إدراك الذات. إدراك الذات هي القدرة على التحكم في مشاعرك وردود أفعالك وإدارة عواطفك بطرق سليمة. وده طبعا بالإضافة إلى التفكير العميق والجيد قبل اتخاذ أي قرار. يعني بنلاقي من صفات الشخص اللي هو الذكي عاطفيا اللي بيتحكم في مشاعره، ما بيديش فرصة للمشاعر السلبية أو أي ظروف أو أي تغيير خارجي إن هو بيطرأ عليه أو بيؤثر عليه، وبيعرف يدير عواطفه بشكل سليم. وكمان ده بيساعده إنه هو يقدر يتخذ قراره بشكل أفضل، لأن أغلب القرارات الخاطئة بيكون السبب الرئيسي إن هو ممكن مش بيتحكم في مشاعره فبيتخذ القرار في الوقت اللي هو بيكون فيه مشاعره السلبية بتطغى عليه، أو بيكون في حالة من التوتر فبيبتدي إن هو يتخذ قرار مفاجئ أو قرار سريع، وغالباً القرار بيكون خاطئ. وكمان في من الصفات إن هو بيكون عنده قدرة على التكيف بسهولة عند تغيير الظروف ومواجهة الصعوبات. يبقى ده بالنسبة لي الوعي الذاتي أو الإدراك الذاتي. يبقى الوعي الذاتي هو قدرة المرء على تحديد عواطفه، وكمان في نفس الوقت إن هو بيلاحظ ردود العاطفية ردود الفعل العاطفية المختلفة تحديدا صحيحا. بالإضافة كمان لنقطة إن الوعي الذاتي بيضمن الارتباط ما بين العواطف وما بين السلوك، لأن العاطفة إذا كنت هتحكم فيها بشكل سليم يبقى إذا ناتج الموضوع ده إن أنا هتصرف بسلوك سليم، لأن السلوك ده بينتج عن العاطفة. فإذا كان هو عنده ثبات انفعالي أو إذا كان هيعرف يعمل كنترول على العواطف الخاصة به هيقدر إن هو يتصرف بشكل سليم. طيب من الصفات التانية إن هو كمان بيكون عنده انفتاح على التجارب والأفكار الجديدة، يعني بيكون عنده قدرة على خوض التجارب، بيكون عنده قدرة طبعا نتيجة الثبات الانفعالي أو أنه بيكون هو عارف قدراته إيه وعارف نقاط القوة عنده إيه وبيحفزها بالشكل الصحيح أنه هو يقدر كمان يطبق أفكار جديدة في العمل. ده بالنسبة لرقم واحد من السمات. رقم اثنين الدافع الداخلي. إن أولا من سمات الشخص اللي بيتسم بالذكاء العاطفي إن هو بيكون عنده دافع إن هو يحقق أهدافه الشخصية والمهنية، بس نخلي بالنا إن هو مش بيحقق ده لأجل مال أو لأجل سلطة أو لأجل النيل بلقب معين،
ده هو بيحقق الأهداف دي سواء إذا كان أهداف شخصية أو أهداف مهنية من أجل الرقي بنفسه في المقام الأول. ليه؟ لأن هو بيكون في عنده مبدأ أو بيكون في عنده اتجاهات معينة طبعا بتؤدي إلى تحقيق أهدافه. وبسبب إن أنا بكون قائد أو رئيس لي مجموعة من الموظفين، فمن أهم الواجبات اللي بتكون علي لما بكون مسؤول عن مجموعة من الموظفين أو مسؤول عن فريق العمل، إن أنا أهم حاجة إن أنا أخلق الرغبة والحافز اللي هو بين فريق العمل. يعني ببتدي إن أنا أحفز فريق العمل، إن أنا بشوف نقاط القوة اللي موجودة فيهم إيه، وابتدي إن أنا أحفزها أو ابتدي إن أنا أدعمها وأقويها، وابتدي كمان أشوف نقاط الضعف وأعالجها في كل فريق العمل على اختلاف أعمارهم وعلى اختلاف كمان حدثتهم الوظيفية. يعني ما عملش مثلا اهتمام لجزء من فريق العمل أو أحد أفراد فريق العمل علشان خاطر سنه أو علشان خاطر إن هو موجود من زمان، لا، ده ممكن يكون في حد من فريق العمل ممكن يكون سنه صغير أو يكون لسه جديد في فريق العمل، يكون في عنده من نقاط القوة أو يكون في عنده من المؤهلات أو الإمكانيات اللي بتقوي فريق العمل وبتوصل لي ان هو بيحقق افضل اداء لقدرات فريق العمل. يبقى ده بالنسبة لي الدافع الداخلي اللي هو بيحفز الشخص اللي بيتسم بالذكاء العاطفي ان هو يوصل لي ان هو يخلق الرغبة والحافز في فريق العمل، ده من الناحية العملية. طب بعد كده بالنسبة لي التعاطف، وهي السمة الثالثة من سمات الذكاء العاطفي. بس نخلي بالنا أولاً، أنا هقول يعني إيه التعاطف، بس نخلي بالنا إن التعاطف ده بالتحديد لازم يكون له حدود معينة عشان ما يوصلش الأمر إنه ينقلب للضد أو بينقلب لشكل سلبي. أولاً التعاطف هي القدرة على فهم مشاعر الآخرين بصدق. إزاي أن أنا هوصل لمرحلة من فهم مشاعر الآخرين بصدق؟ أن أنا هضع نفسي مكان الشخص الآخر، أتفهم موقفه وبشاركه الأحاسيس والعواطف والأفكار. يعني إيه أحط نفسي مكانه؟ أولاً بأتلمس الظروف اللي هو فيها وقت صدور الموقف نفسه أو وقت عرض الموقف نفسه. وكمان زي ما وضحت لحضراتكم إن أنا بتفهم موقفه، يمكن يكون عنده وجهة نظر أثناء عرض الموقف. نتيجة التعاطف أو نتيجة إن أنا بفهم مشاعر الآخرين بصدق، ده بيؤدي إلى بناء روابط الاحترام والثقة بين الآخرين، إن هو الآخرين أو الطرف الآخر بيحس إن أنا قريب منه، حاسس بمشكلته وحاطط نفسي كمان مكانه. بس نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، زي ما وضحت لحضراتكم من شوية، إن سمة التعاطف بالتحديد لا يجب أن تأخذ أكثر من نصيبها أو يجب أن تلتزم بحدود معينة، لأن الانسياق وراء المشاعر ده هيوصلني إن أنا بوصل للشفقة نحو الآخرين أو الانجراف والتأثر بمشاعر ومشكلات الغير،
لا لازم نكون في وضع حيادي، بمعنى ان علشان ما احطش نفسي مكانه لازم برضو يكون المبادئ اللي موجودة عندي او الصفات اللي هي موجودة عندي او الخبرات اللي انا اكتسبتها قبل كده من خلال تعرضي لمواقف مشابهة او من خلال استماعي او مشاركتي للغير اللي هو خاض نفس التجارب او خاض نفس الموقف، هيبتدي ساعتها ان انا هحكم على الامور بشكل ايجابي. ومن هنا بيبرز دور القائد الناجح، انه بيعرف يسيطر على مشاعره وبيساعد الاخرين في نفس الوقت في تخطي مشكلتهم. بالنسبة لي السمة اللي بعد كده اللي هي المهارات الاجتماعية، اللي هي احنا بنقول عليها soft skills. المهارات الاجتماعية مهمة جدا واحد السمات الاساسية اللي بتتوفر في الشخص اللي هو بيتسم بالذكاء العاطفي. اولا المهارات الاجتماعية هي قدرة الشخص على التواصل مع الاخرين، ويمكن هو ده الفرق ما بين الذكاء العلمي والذكاء العاطفي. زي ما وضح دكتورنا الكريم دكتور سعد ان ممكن يكون في بعض انواع الذكاء ما بتوصلش بصاحبها لدرجه النجاح المنشوده او درجه النجاح المطلوب الوصول اليها. الذكاء العلمي ممكن يكون من الناحية الأكاديمية أو من الناحية الدراسية شخص ذكي جدا، شاطر جدا، متفوق جدا في مجال دراسته، لكن بعد ما بيخلص دراسته ويبتدي إن هو يدخل في مجال أو في سوق العمل يكون في عنده مشكلة التواصل مع الآخرين أو التفاعل مع الآخرين. قدراته العلمية ما يقدرش ان هو يوظفها بالشكل الصحيح، لان هو مش قادر ان هو يطلع القدرات اللي موجودة دي علشان خاطر يقدر يتفاعل بها ويتواصل بها مع الاخرين. ويمكن من النقطة دي هوضح كذا موضوع. اول موضوع ان احنا بنساند بجانب الدراسة الأكاديمية التأهيل لسوق العمل، إن أنا أكون متميز إداريا، إن أنا أحضر ندوات وأحضر دروس تثقيفية بتساعد على تنمية المهام الإدارية، بتساعد على تنمية المهارات الاجتماعية. يبقى ده بجانب الذكاء العلمي، وده بيبقى واضح جدا في الذكاء العاطفي. علشان كده يمكن في بعض الشركات او العديد من الشركات بتتجه في الوقت الحالي الى عمل اختبارات لقياس الذكاء العاطفي، لان الذكاء العاطفي اذا اتحد مع الذكاء العلمي هينتج عنه شخص ذكي علميا، قدراته عالية جدا، وكمان في نفس الوقت من الذكاء العاطفي هيقدر يتواصل مع الآخرين، هيقدر يكون متحكم في ذاته، هيقدر يكون متحكم في مشاعره، هيقدر يتعاطف مع الآخرين، هيقدر يكسب ثقة الآخرين، هيقدر يكون شخص فعال جدا في المجتمع وفي الحياة العملية في نفس الوقت. زي ما احنا قلنا ان المهارات الاجتماعية بتتميز في التفاعل الجيد مع الاخرين، بس علشان خاطر اكون هي المهارات الاجتماعية
متميزة جدا، وعشان أقدر أوصل لمرحلة من المهارات الاجتماعية والتواصل الجيد أو التواصل الفعال مع الآخرين، لازم الأول يكون متوفر فيها ثلاث نقاط. إن أنا أكون ناجح في الوعي الذاتي، زي ما وضحت لحضراتكم الوعي الذاتي، إن هو قدرة المرء أو قدرة الشخص على تحديد عواطفه وتحديد حالاته المزاجية، وكمان يقدر يعرف يحدد عواطف الآخرين ويفهمها كويس جدا، ويعرف كمان مدى تأثيرها على سلوكه. وده هيضمن نقطة الوعي الذاتي أو إدراك الذات. النقطة الثانية التحكم بمشاعره وعواطفه. النقطة اللي بعد كده اللي هي تحفيز الذات علشان ينجح في تكوين علاقات مع الآخرين. إذا أنا وصلت للمرحلة دي، أنا هضمن بإذن الله إن أنا هوصل لمرحلة هكون فيها مرتاح نفسيا وسعيد مع نفسي، وهيكون كمان عندي من يعني هيكون عندي شحنة من الثبات الانفعالي، هقدر ساعتها إن أنا هتحكم أو هقدر أعمل كنترول على المشاعر الخاصة بي، إن أنا مش هدي فرصة لأي مشاعر سلبية إن هي هتأثر على شخصيتي أو هتأثر على سلوكي أو هتأثر على القرارات اللي أنا هقولها بعد كده. طيب، من المهارات الاجتماعية بتشمل على بعض النقاط. أول نقطة أو علشان خاطر يكون عندي المهارات الاجتماعية دي بشكل فعال، يكون عندي الإصغاء الفعال، بمعنى إن أنا أكون منصت جيد، أسمع كويس قوي، ما بدأش إن أنا أحكم على موضوع معين أو أبتدي إن أنا أحكم على موقف معين من غير ما أسمع للطرف الآخر. يمكن يكون عنده زي ما وضحت لحضراتكم وجهة نظر معينة، يمكن يكون عنده نقطة مش واضحة لي تغير مجرى الأمور. أنا لازم أكون منصت جيد جدا، أعرف أتلمس حل المشكلة من خلال كلامه، يمكن يكون مش واصله حل المشكلة، يمكن يكون التوتر اللي هو فيه حطه في مشكلة معينة مش قادر يحلها. طيب، بعد كده مهارات التواصل اللفظي، يعني المهارات الاجتماعية بتشمل الإصغاء الفعال أو الإنصات الجيد، ومهارات التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي. يعني إيه التواصل اللفظي؟ يعني يكون عندي ملكة الكلام أو ملكة الحوار أو ملكة التفاعل مع الآخرين. لما يكون عندي ملكة التفاعل مع الآخرين، أعرف إن أنا هيكون عندي المهارات الاجتماعية دي بشكل جيد جداً، وهعرف هوصل بيها لنقطة إن أنا هكون محبوب أو هكون يعني على دراية بالتعامل مع الغير بشكل فعال جدا. طيب، التواصل غير اللفظي عن طريق لغة الجسد، أنا هكون قدام الطرف الآخر، إزاي هتواصل بشكل غير لفظي عن طريق وأنا بسمع ليه؟ هيكون أنا مهيئ جسدياً إن أنا منتبه ليه، ما أسمعش ليه وأود وش الناحية التانية، ما أسمعش ليه وأنا عيني في مكان تاني أو أنا ماسك التليفون أو أنا بعمل حاجة معينة، لا، يبقى في تواصل غير لفظي. تواصل غير اللفظي إن أنا بيكون لغة الجسد نفسها في شكل أو في تعابير معينة هيتم سردها إن شاء الله في المحاضرات القادمة، إن من لغة الجسد أو من التواصل غير اللفظي، إن أنا كمان بيؤدي للتفاعل الجيد مع الغير.
ودي من أهم المهارات الاجتماعية. طيب كمان بتشمل المهارات الاجتماعية القيادة. أنا شخص بعرف أتفاعل مع الغير، بعرف أتفاعل مع ده وأعرف أعمل علاقات مع ده وأعرف إن أنا أتكلم كويس قوي مع الطرف الآخر، هبتدي إن أنا هكون في مرحلة هوصل بيها إن أنا هكون قائد ناجح ومتميز. طبعا ما ينفعش إن يكون قائد منطوي على نفسه أو منعزل عن غيره، مستحيل. علشان يكون قائد يكون في عنده مهارة التواصل مع الآخرين. طيب المهارات الاجتماعية كمان بتشمل تطوير العلاقات. تطوير العلاقات إن أنا بيكون بشكل مستمر طالما أنا بتعامل أو بتفاعل مع الغير بطور من العلاقات اللي موجودة في العمل. يعني ما بوقفش عند مرحلة معينة، لا، ده ابتدي إن أنا أنمي المرحلة اللي أنا موجود فيها عشان أوصل لنتائج أفضل، لأن أنا ممكن يكون في عندي منافسين في المرحلة أو في العمل اللي أنا بكون موجود فيه أو عمل تاني مشابه لي. كون إن أنا طورت من علاقاتي مع الغير يبقى أنا كده بوصل لمرحلة معينة بتكمل لي طريق النجاح اللي أنا همشي فيه. يبقى المهارات الاجتماعية بتشمل الإصغاء الفعال، مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي، القيادة، وتطوير العلاقات. ده بالنسبة لسمات الشخص اللي هو بيتسم بالذكاء العاطفي. طب إيه هي أهمية الذكاء العاطفي؟ كلنا عارفين كويس قوي إن الأشخاص اللي هما بيتسموا بالذكاء العاطفي بيكون هيوصل لدرجة من النجاح، درجة متميزة جدا، درجة كويسة جدا. بس زي ما وضحت لحضراتكم إن لو هو عنده ذكاء علمي في نفس الوقت ده هيختصر طريق النجاح، أو هيبقى هيديني الوقود إن أنا هوصل لطريق النجاح بشكل سريع جدا. إيه أهمية الذكاء العاطفي في الدراسة والعمل؟ أولا من أهمية الذكاء العاطفي التغلب بالنسبة للدراسة والعمل، التغلب على التعقيدات الاجتماعية في مكان العمل أو الدراسة. إن أنا بيكون عندي من السمات اللي هي زي ما ذكرناها سابقا اللي هي المهارات الاجتماعية، فأنا هعرف أتغلب على التعقيدات الاجتماعية اللي موجودة في مكان العمل أو في الدراسة. وهيلعب كمان دور مهم في قيادة الآخرين وتحفيزهم والتفوق في الحياة المهنية كما ذكرنا سابقا. طيب أهمية الذكاء العاطفي في الصحة الجسدية. هو معقول الذكاء العاطفي بيأثر في الصحة الجسدية؟ خلينا نشرحها أو خلينا نتناول الموضوع باختصار بطريقة أخرى، عن طريق إن الشخص اللي هو غير قادر على السيطرة على مشاعره بيكون في الأغلب ما بيقدرش يتحكم في مستوى التوتر عنده، بيكون دايما حاسس بالتوتر، دايما حاسس بالانزعاج، دايما حاسس بالقلق. الأمر ده هيؤدي بيه لمشاكل صحية خطيرة جدا. على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم، لا دايما اللي متوتر، دايما في شغله، دايما اللي في حالة مزاجية سيئة، دايما بيعاني من ارتفاع ضغط الدم. التوتر يكفي ان هو يضعف جهاز المناعة، ان هو يكون مستقبل جيد لأي تعب يطرق عليه. ده كمان أعزنا الله وإياكم ممكن يكون بيصاب بخطر الإصابة بالنوبات القلبية. بنلاقي دايماً
الشخص اللي هو مش بيتسم بالذكاء العاطفي ما عندوش ركوز، ما عندوش اللي هو الثبات الانفعالي، بنلاقيه دايما متوتر، دايما صوته عالي، دايما يعني دايما في حاله مزاجيه سيئه، دايما بيحسس حتى الفريق اللي قدام منه بالخوف والانزعاج والقلق والتوتر. هو نفسه حتى بيبان عليه ان هو بيبان عليه علامات الشيخوخه، ممكن يكون سنه 40 45، وانت تشوفه تقول ده عنده 60 او اكتر كمان. علشان كده من اول خطوات او من اهم خطوات التغلب على المشاكل الصحيه ان انا بطور مهارات الذكاء العاطفي. كمان من اهميه الذكاء العاطفي في بناء العلاقات. ازاي الكلام ده؟ يعني انا لما اكون فاهم كويس قوي مشاعر الخاصه واعرف كمان اتمرن على ادارتها او اعرف ان انا اديرها بالشكل الصحيح، هعرف اعبر عنها بصوره افضل. طيب خلينا نذكر نقطه يمكن اضافيه بس مرتبطه برضو ببناء العلاقات، يمكن حتى انا تعرضت لها شخصيا في وقت ما. كان في وظيفه جديده كنت انا التحقت بيها في وقت معين. الوظيفه دي ما كانش عندي معلومات كافيه من الرئيس فريق العمل، كان بيتجنب او كان بيقل من التفاعل مع فريق العمل عشان خاطر يقول لهم على اخر التطورات او ايه اللي احنا الخطوه اللي جايه بعد كده، او يتشاور مع فريق العمل او يشوف ايه امكانيات فريق العمل عنده. فبالتالي كل واحد من فريق العمل كان فيه تأثير من ناحيته وتأثير سلبي. أنا كنت مستشعر نقاط القوة عند أفراد فريق العمل الموجودة، لكن هو مش قادر يطلعها. لو قائد العمل أو لو قائد الفريق أو لو أنت شخصياً عندك ما يكفي من الذكاء العاطفي أو من سمات وصفات الذكاء العاطفي، هيكون عندك أنك تعبر عنها بصورة أفضل وتفهم مشاعر الآخرين وتقدر تكسب فريق العمل ده، وهيساعد أكتر أنك تتواصل بشكل فعال جداً، وهيكون عندك علاقات قوية جدا مع الآخرين وفي كل المجالات، سواء على الصعيد المهني أو سواء على أو من الناحية الشخصية. يبقى من أهمية الذكاء العاطفي إنها بتأثر على الأداء المهني والدراسي، وبتأثر على الصحة الجسدية، وبتأثر على الصحة النفسية، وكمان بتأثر على العلاقات. طيب الذكاء الاجتماعي أو الذكاء الاجتماعي، حفاظا على وقت حضراتكم وقت المحاضرة، هنتطرق إليه بإذن الله في محاضرات قادمة، بس إحنا بنقول إن الذكاء الاجتماعي بشكل مختصر أو بأسلوب مختصر إن ده من أهم السمات الموجودة في الإنسان لو ارتبطت بشكل فعال أو بشكل كبير مع الذكاء العاطفي، هيكون الشخص اللي بيتسم بالذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي هيوصل لدرجة النجاح بسهولة جدا، وهيوصل لدرجة نجاح بشكل كبير جدا وبشكل فعال أو بشكل ملحوظ هو وفريق العمل كمان الخاص به.
طيب ايه هي خصائص وعناصر الذكاء العاطفي؟ طبعا ما حدش ينكر خالص اللي هو عالم النفس الامريكي دانييل جولمان، اللي هو اول من تكلم عن الذكاء العاطفي ذكر 5 عناصر أساسية بتحدد الذكاء العاطفي. من خصائص وعناصر الذكاء العاطفي، أولا الوعي بالذات، إن الشخص اللي بيتمتع بالذكاء العاطفي العالي بيكون عنده وعي أكتر من غيره، بيفهم مشاعر غيره كويس جدا، وكمان في نفس الوقت بيفهم مشاعره كمان ويقدر يتحكم فيها. مش كده وبس، ده بيكون كمان صادق مع نفسه، انه بيكون في عنده حالة من الاستقرار النفسي، انه بيوصل ليه انه بيعرف نقاط القوة عنده. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بعقلية ممتازة جدا 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 وفيها إمكانيات عالية ورهيبة، لكن لو عرف يوصل لمكنونه الشخصي هيقدر يوظفها زي ما هو عايز ويوصل للدرجة اللي هو عايزها، درجة النجاح، أو يوصل لهدفه اللي هو عايزه. الشخص الصادق مع نفسه اللي عارف إمكانيات نفسه وعارف كويس قوي هو مين وعنده مبادئ إيه اللي هو تربى عليها من صغره، واللي هو كمان الوالدين أسهموا في بناء شخصيته، هيعرف كويس قوي هو مين وصفاته إيه، وهيوصل كمان في نفس الوقت إنه هو يعرف نقاط القوة عنده ونقاط الضعف، وهيعمل على التغلب على نقاط الضعف عشان يوصل لأعلى كفاءة مطلوبة. بالنسبة للوعي بالذات، ده من أهم عنصر وأهم خاصية من خصائص الذكاء العاطفي. الخاصية الثانية هي التنظيم الذاتي. أولاً إن هو ما بيسمحش لنفسه من عن طريق التحكم بالذات، أو بيعرف يتحكم في مشاعره كويس جداً، مش هيسمح لنفسه إنه بيشعر بالغضب الشديد أو الغيرة الشديدة، مش هتوصل ليه بسهولة. طب من ناحية تانية، لو أنا كمان عندي تنظيم ذاتي يبقى مبدأ ايا كده، علشان بعد كده ما بيسمحش لنفسه ان هو بيشعر بالغضب الشديد او الغيره الشديده. ليه؟ لان هو بيكون وصل لحاله من ارضاء النفس، هو راضي عن مبادئه، راضي عن صفاته، عن طريق حتى الخبرات او النجاح اللي هو حصل عليه قبل ذلك، بيشكل عنده حالة من الشعور بالراحة النفسية اللي تخليه ما يغضبش بسهولة، ما يشعرش بالغيرة، ما يتخذش قرارات متسرعة ومتهورة، بالعكس ده بيفكر جدا قبل ما يتصرف في أي موقف. زي ما ذكر لي دكتور سعد، دايما أنا بتعلم منه، بيقول أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً. أتأخر شوية وأتروى عن إصدار أي قرار في لحظة الغضب أو في لحظة انفعال، عشان أقدر أوصل لي أن أنا أتخذ قرار ما يكونش متسرع، ما يكونش متهور، يكون قرار سليم.
طب ايه هي الصفات اللي بتكون عند اللي عندهم التنظيم الذاتي؟ عفوا اولا من الصفات اللي هي بتكون عند اللي بيتسم بالتنظيم الذاتي التفكير العميق، بيفكر كويس قوي، ما بيصدرش قراراته بسرعه او بسهوله. تاني نقطه، بيتكيف جدا او بيتاقلم بشكل سريع مع الظروف المتغيرات اللي احنا بنقول عليها الظروف المتغيره، او بيقدر ان هو يحل او حل الازمات او بانه يدير الازمه نفسها عشان يقدر يوصل لها لحل، او لو حصل فيه اي تغيير او تعديل في قرارات العمل او في تفاصيل العمل يقدر ان هو يتاقلم سريعا مع الظروف ومع المتغيرات الحاليه. النقطة الثالثة عشان يوصل للتنظيم الذاتي ان هو يتسم بالنزاهة والشفافية، يكون بعيدا تماما عن اي مصالح شخصية، عن انه هو بيفضل شخص عن شخص تاني لمجرد مصلحة شخصية. النقطة الرابعة عشان اوصل للتنظيم الذاتي، القدرة والشجاعة على ان انا اقول لا، لو في نقطة معينة هعترض عليها هبتدي ان انا اعترض عليها بس باسلوب، يعني اسلوب منسق وباسلوب راقي، انا في بس عندي تحفظ في النقطه دي علشان في كذا 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 كذا. يبقى ده بالنسبه لتاني نقطه من خصائص الذكاء العاطفي. ذكرنا اولا الوعي بالذات، ورقم اثنين التنظيم الذاتي، رقم ثلاثة التحفيز والحماس، بنلاحظ على الشخص اللي بيتسم بالذكاء العاطفي انه بيكون عنده حماس، بيكون متحفز جدا جدا، مش كده وبس، ده بيكون عندهم بيحبوا كمان التحديات لان هو عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، يمكن عاصر التغييرات اللي حصلت، يمكن يكون اخذ الخبره من شخص كمان عنده من الذكاء الانفعالي واستفاد منه. ما هو الشخص اللي بيكون عنده ذكاء انفعالي بيفضل دايما ان هو يسمع من الاخرين اصحاب الخبرات الاعلى منه واصحاب السن الاكبر منه وأصحاب الأشخاص اللي بيتسموا بالذكاء العاطفي، فبيكون نتج عن كده حصيلة من المواقف أو حصيلة من الخبرات اللي بتخليه يتحمس لأمر معين. عشان كده بيوصل للأمر اللي هو عايزه بكفاءة عالية. النقطة الرابعة اللي هي التعاطف، ودي من أهم عناصر الذكاء العاطفي، والأشخاص اللي بيتمتعوا بصفة التعاطف بيكونوا بارين جدا في فهم مشاعر الآخرين حتى لو كانت هذه المشاعر غير واضحة، مجرد انه وقف قدام منه وشاف انفعالاته وشاف تعبيراته، مجرد حتى انا ممكن من لغة الجسد نفسها، والله انا مثلا على دراية بمعرفة لغة الجسد او معرفة التعبيرات اللي بتطرق على الشخص عند سماع موقف معين او عند التفاعل معه، بيكون سهل جدا علي ان انا بشوف اللي قدامي ده
هل هو متوتر؟ هل هو بيتكلم صح؟ هل هو في أمر ما؟ هل هو بيخبي حاجة معينة؟ عشان كده بنقول إن الشخص المتعاطف مش متعاطف يعني ميال للشفقة، لا، إن هو بيحط نفسه مكان الشخص الآخر، بيتفهم جدا شعور الشخص الآخر. بنلاقي الأشخاص اللي عندهم الصفة دي بيكونوا أفضل في إدارة العلاقات، وأفضل كمان في الاستماع للآخرين. بيسمع كويس قوي، بيبص كويس قوي على التعبيرات اللي قدام منه، بيشوف اللي قدام منه، بيعرف يحكم عليه عن طريق تعبيرات وجهه أو تعبيرات الجسم عموما. بعد كده من خصائص الذكاء العاطفي المهارات الاجتماعية. غالبا ان احنا لما بنيجي نبص على الاشخاص اللي عندهم مهارات اجتماعية متقدمة بيكون بارعين جدا انهم بيشتغلوا ضمن فريق عمل. بيركز جدا على انه ينجح في الفريق وينجح كمان بالفريق اللي هو فيه. مش كده وبس، ان اصحاب المهارات الاجتماعية المتقدمة بارع جدا في ان هو يبني علاقات طويلة الامد ويحافظ عليها. دايما الشخص اللي بيكون بيتسم بالذكاء العاطفي في اي وقت بيكون محبوب من الاخرين مع مرور الزمن، ودايما بيقوم ببناء علاقات قوية جدا مع الوقت. طب ايه هي طرق تنمية الذكاء العاطفي؟ ازاي ان انا انمي الذكاء العاطفي؟ في اكتر من طريقة علشان انمي بيها مهارات الذكاء العاطفي. اولها ان انا بستخدم اسلوب حازم في التواصل. الموضوع مش هيبقى ما بينه وما بين الاخرين، هيبقى يعني هاخده بهزار او هاخده مثلا بعفويه واخده مثلا بشكل يعني غير جدي. علشان كده لما اكون اللي قدام مني انا ابتدي ان انا يعني هو شايف ان انا جد معاه، ان انا واخد الموضوع فعلا بشكل فعال وبشكل جيد، انا منصت له تماما، انا مركز معاه جدا، ده بيعمل على كسب احترام الغير. لذلك دايما علشان خاطر تنمي الذكاء العاطفي بتحرص دايما على ان انت توصل ارائك واحتياجاتك للاخرين بحزم وبطريقه مباشره، وفي نفس الوقت مع الحفاظ على احترامك ليه. ما تحسسش ان انت بتمن عليه، ما تحسسش ان انت صاحب فضل عليه، لا، دايما احترم الشخص اللي قدام منك وحافظ على احترام الشخص. رقم 2، الاستجابة للمشاعر بالذكاء. ما تخليهاش ردة فعل مباشرة. يعني إيه؟ يعني غالباً ما بنلاقي رد الفعل العاطفي أو الانفعالي بنلاقي إن أنا بسمع له وابتدي إن أنا أحكم عليه بعد ما خلص الاستماع له. ما جيش في نص ما هو بيتكلم أضحك او ان انا اغير الموضوع او ان انا اعمل كذا او ان انا اعمل كذا. لكن عشان خاطر لو انا عايز اطور مهارات الذكاء العاطفي عندي بسيطر على الانفعالات دي،
أول حاجة درب نفسك أن أنت تبقى هادي في المواقف الصعبة. يعني لما يكون في موقف صعب يعرض عليك أو أن أنت بتشارك فيه، خليك دايما هادي ورزين، لأن أنت لو انفعلت في وسط الموقف بالعكس أنت كده هتحد من الموقف نفسه أو هتأزم الموقف أو هتصعبه أكتر ما هو أصعب. ثاني حاجة عشان نسيطر على الانفعالات بذكاء، أتجنب اتخاذ قرارات متهورة. عند الغضب أو عند الحزن، علشان ما نعيش مشاكل أكبر بعد كده. يمكن أغلب القرارات الخاطئة كانت اتخذت في لحظة انفعال، لحظة غضب، لحظة غيرة، لحظة حزن، كان رد فعل سريع. عشان كده عود نفسك ما تاخدش قرارات متهورة أثناء الغضب أو أثناء الحزن، عشان ما تجيش تندم عليها بعد كده. بعد كده لازم تفكر كويس قوي في الكلام قبل ما تقوله. دايما فكر كويس قوي في الكلام قبل ما تقوله. ما تستناش ان انت لو في وقت معين محتاج ان انت تفكر او محتاج ان انت تستنى شوية علشان خاطر تقول رأيك في موضوع معين او لحد ما اعصابك تهدى من سماعك للموقف نفسه، استنى. ما تترددش ابدا انك تقول طيب ممكن بس يعني وقت كده وارد عليكم في الموضوع ده. ما تطولش في الوقت، بس ادي لنفسك وقت ان انت تكون استقريت نفسيا. يمكن يكون الموضوع نفسه او الموقف نفسه كبير، يبقى علشان ينمي الذكاء العاطفي رقم واحد ان انا بستخدم اسلوب حازم في التواصل او اثناء التواصل. رقم اتنين بستجيب للمشاعر بذكاء. رقم ثلاثة بأطور مهارات الاستماع. ازاي الكلام ده؟ ان انا بستمع خلال المحادثة او خلال الحوار عشان خاطر افهم كويس قوي اللي بيكلمني ده بيقول لي ايه، مش عشان خاطر انا مستني انا اديله بس دور عشان يتكلم وبعد كده اقول اللي انا كنت عايز اصلا اقوله قبل ما اسمعه. لا، بسمعه كويس جدا وبعد كده افهم كويس قوي هو بيقول لي ايه عشان اقدر ان انا احكم على الموضوع اللي هو بيتكلم فيه ان كان هيبقى فيه عندي رد في الوقت الحالي، أو زي ما قلت لحضراتكم بتأنى قبل إصدار أي رد أو أي فعل سريع. عشان تنمي مهارات الذكاء العاطفي عندك، ابدأ بتدريب نفسك على مهارات الاستماع الحقيقية، إنك تفهم كويس قوي اللي بيقولوه. انتبه قوي أو انتبه كويس جدا للغة الجسد عندهم، ده حتى هيوصلك أنت إن هيمنع عندك أنت سوء الفهم وهيخليك تستجيب بشكل صحيح. دكتورنا الفاضل. تفضل دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة سعداء جدا بسماعك، يعني عارف الله العظيم كتر خيرك، ويعني عارف محروج وانا بكلمك لانه كلموني، انت عارف طبعا ان احنا وقتنا ساعة، واخد بال حضرتك؟ عفوا دكتور، عفوا دكتور. كنا مستمتعين جدا. لا 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 ابدا ابدا، انا عارف انا بندمج زيك، ما بعرفش الوقت حقيقي لما بيقولولي يعني كفاية. فحقيقي مستمتعين بكلام حضرتك، وضروري جدا ان احنا نبقى عارفين انه
ازاي عشان ننجح نعمل ايه. انه على فكره في انسان بيستخدم كده الوسائل والحاجات يعني التقليديه البسيطه والبدائيه وبالتالي بينجح برضه، لكن مش بنفس الدرجه اللي الناس فيها يعني بتتعمق من تفكيرها شويه وتدور اللي ممكن يخليها ناجحه بامتياز يعني بدرجه كبيره، يعني يبقوا متفردين ومميزين. من هنا بنلاقي ان فعلا الذكاء العاطفي، انا مش عاوز اقول عشان ما بقاش يعني برضو عشان ابقى منصف، انه بيلعب دور كبير جدا في نجاح اي انسان، في نجاح حد بيخطط لحياته، في نجاح حد عاوز فعلا يبقى مميز ومتفرد. وبالتالي يعني الذكاء بيعتمد على فهم مشاعر وانفعالات وعواطف الإنسان والآخرين، ويقدر يعبر عنها كمان، ويقدر يديرها، ويقدر يوظفها بشكل كويس، يعني يكتشفها ويفهمها ويديرها ويعبر عنها ويوظفها بشكل كويس، وكمان يقيمها هي أنا عملتها بدرجة كويسة ولا لا. أعتقد يعني ده قمة النجاح. شكرا جزيلا معالي الدكتور. وفي الحقيقة أنا شخصيا عن نفسي يعني أضيف إلي النهاردة كم جميل جدا من المعلومات، أسلوبك راقي وإيقاعي. ربنا يحفظك، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا على ما قدمته لنا جميعا. شكرا. واللي كان إضافة حقيقية لنا كلنا، خالص شكر والتقدير لحضرتك. شكرا جزيلا لرواد ومتابعينا. واعذرونا بقى يعني هو معالي الدكتور اندمج في الموضوع، فمش عارفين مش هنقدر نتلقى يعني تساؤلات، سامحونا يعني. لكن نعدكم انه ان شاء الله دكتور موجود معانا، وشرف كبير لينا طبعا احد القامات الموجوده معانا في الاكاديميه، ويعني نقدر نستأذنه في انه يبقى موجود معانا يعني، وهو بالفعل موجود معانا، وابدا ابدا ما تاخر ولا اعتقد انه تاخر ان شاء الله. جزاكم الله خيرا معالي الدكتور، وجعلنا ذلك في ميزان حسناتكم. نحن من له الشرف. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك، شكرا لروادنا ومتابعينا، وسامحونا يعني. الرابط موجود طبعا في الشات، وضروري بخصوص الشهادات.